الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قاضي غر المحجلين ميمين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه حبيب رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الجميلة الحبيبة اعرف دينك. أسماء ممنوعة شرعا، لا يجوز التسمية بها. عايزين نتعلم عقيدة، عايزين نعرف عقيدتنا صح. للأسف كتير منا بيغفل عن ده. أول حاجة، تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، زي مثلا نقول كالخالق مثلا، ما ينفعش أقول واحد يا خالق أو يا قدوس أو ملك الملوك. وإيه الدليل على كده؟ الدليل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال، بس صلى على النبي الأول، أيوة أوعى تنسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى بملك الملوك. وفي رواية لمسلم: أغيظ، يعني أخبث رجل على الله يوم القيامة، رجل كان يسمى بملك ملك الأملاك، فلا ملك إلا الله. يبقى لا ملك مين؟ إلا الله. أيضا تحرم التسمية بالأسماء التي لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا كسيد ولد آدم، هذا اسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو سيد الناس مثلا، أو سيد الكل، أو البشير، أو النذير، تمام كده؟ أو كل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بالنسبة لنا، فلا يجوز بها، لأن هذه الأسماء كما قال حنابلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أيضا تحرم الأسماء بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله تعالى، زي مثلا واحد يقول إيه؟ عبد العزة محرم، ما ينفعش. عبد الكعبة محرم، عبد الدار نفس الكلام، عبد علي نفس الكلام، عبد الحسين لا يجوز، عبد المسيح تمام لا يجوز. والدليل لما روى ابن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده هاني ابن يزيد قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر. عبد إيه؟ عبد الحجر. فقال: ما اسمه؟ فقال: عبد الحجر أو عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. وكلنا عبيد لله عز وجل. أيضا يحرم الأسماء أو التسمية بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله، طبعا زي هبل واللاتي والعزة، وأيضا زي موجود دلوقتي زي بوزة، وفي بعض الأصنام برضو ما زالت موجودة إلى الآن، أسأل الله أن يعافينا وإياكم منها يا رب. أيضا لا يجوز التسمية بأسماء الشياطين كإبليس مثلا وخنزب، يعني أصلا ما ينفعش إن احنا نقول لأولادنا، وللأسف بنقع في الغلطة كتير، ده الواد زي الشيطان، ده أنت إبليس، الحاجات دي ما تنفعش، لا يجوز. بتشبه ابنك بمين؟ بالشيطان وبإبليس. فخلي بالنا، هذه الأسماء تحرم في عقيدتنا كمسلمين وفي عقيدتكم كلكم طبعا، تمام، ان احنا نسميها او نسمي بها. محتاجين نتعلم ونتعلم من بعض. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.